نهار ديت الزورة أنا فدوس لي حالا تجينا وثميت خبران سرف سنت سنكني وثغاف وكمل نلحمو تيد أرايا وظن نغتي سنين من الحمو أرايا اللي نجي 44 غاز 49 تصدارين دي ثيلي ميلا تصدارين دي مشطوحين نغتي مزيانين نضو ظن تدينين دي جير 28 غا 34 تصدارين ذي الولايات المسان سيدي بلعباس سعيدة معسكر غليزان شلف عين الدفلة البليدة أجفان تيارت تسمسيل تلمدية الجلفة مسيلة ثوفيرس تيزي وزو قسنطينة ميلة قالما أنزول نا أمل نتبتنت أنزول نخنشلة أنزول نتبسة ودي وثن طريقة نظن أني مزلي ذاك انت في سنوين الحمو هذا وظن تغار 40 لما 42 تصدارين وزمرن تتعدين 45 تصدارين أما إلا تيف سنوين الحمو ثيم شطوحين أدي لين 28 غار 32 تصدارين ذا اللي حالة عليك من سطول بوسة الأربعة الولاية ثانة مسال تدى نزول وهران أنزول مستغانم أنزول انتي بازل زير ثمناخ بومرداس أنزول الولاية نفقيث جيجل سكيك داعد نافا يقضى الطرف ورنا نبهان تسرفس نتسنقني في ذاكن الحمود سين أرينا لنا السوق هراس أم البواقي سطيف برج بوعريريج عين تيموشن تبني عباس تندوف تيميمون أدرار إن صالح يقود برج باجي مختار أكن رنان نبهان تسرفس تسنقني في غفوه فور أردي وثن أزال بوسا وثن أريكم لنا لماذا تسعقب الولاية ثانية مسلت تبسة خنشلة ثبتا تسطيف برج بوعريريج عين الدفلة تيسمسيل تيارة سعيدة البيض يقضي الولاية النعامة شارد الجزائر يظلين ثلاثة غف زوجي قد 19 دقائق اللوي نوطن نسقدش نسفارة نتري سيتي مثل بلغار 18377 ميجا وات على حساب نويو نيدي ناوني تفدن غف ثيولت ديت كوباني تنسون الغاز خليل هدنا ويرناد ذو قواليس ذاكين خاس ولماتي في سنوين الحمو بضنت غار تقاشوش ثورت جينالا أزرونت نغ أضرانت مشى ثلاثة لحالة أماكن ديوكيد وترميث ميل ذو غزل نوخ ذا القديش يقنن غار الصهد إمي جردي وثن تكباني في أقواضا نتقاشو سنوس قديش نتريشيتي غار ثلاثة نتيكال وذي ثالث مزيان الماضي. سجلت الجزائر اليوم ثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال و19 دقيقة ذروة تاريخية جديدة ثالثة فيما يخص استهلاك الكهرباء والتي قدرت ب 18377 ميجا وات وذلك بعد الذروة الأولى يوم الأحد الفارط والمقدرة ب 17508 ميجا وات والثانية الاثنين البارحة 10 من جويلية بالمقدرة كذلك ب 17905 ميجا وات ونؤكد مرة أخرى تؤكد سونيغاز أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت وسجلت أرقام قياسية على المستوى الوطني إلا أن هذه الحالة الاستثنائية تعد امتحان جيد وناجح لهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية التي تسيرها سونيغاز أثبتوا النجاعة العالية وبالتفاعل الإيجابي مع ثلاث أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك استهلاك الكهرباء في مدة زمنية جد متقاربة. يفدوس اللويان وذي جغنا ونزدوك لوين نور الدين بن براهيم وذ قوليها نوس اللويان تقدو دعب المجيد تبون غاف طرورا نوسنا نين تمليليين نوس قرد الشجر ثماني خمان الولايات ذو وذي نزدوك لوين يفدوس اللويان غافا هيل نتمتي ذل قدي شغنا ونوسنا نين تمليوين ثدي جانين دي الولايان وهران ذاهيل ديلان ذي تزقان تمليليين يتفاران الجمان عبد الحميد بن باديس يوسنانين وساغان جرث ذفلت ذين نذيم ذنن إمي تقننت نغتاو كوين تأفقن نوين إيش أثفدن تغفين شغفن إمزداغ إمي أمو سيسهل اللومور ذوك سنفالين تودرت نمزداغ من الشباب والنساء ومن فحوى هذا اللقاء تاع اليوم لماذا التقينا في عز الصيف في شهر جويليا في عز الحرارة المجتمع المدني يأتي ويجلس في هذا المكان رفقة السيد الوالي وجها لوجه للحديث بتوجيه السيد رئيس الجمهورية الذي طلب من السادة الولاة والمرصد بضرورة فتح الحوار وترقية الحوار حول أهمية أهم انشغالات الساكنة في ولاية وهران. المنتدى فلسفة تاعو هي ليس فقط إقامة نشاط والذهاب إلى الجزائر العاصمة، سنفتح المنصة الرقمية
لكل من يرغب أن يساهم معنا في تأسيس هذا المنتدى الذي سيصبح محطة مدرسة لتكوين القيادات التي تأتي وتتحدث وتبرز قدراتها وتسير مشاريع وأيضاً تملك القدرة التمثيلية مع المواطنين والمواطنات. المنتدى تاع المجتمع المدني يعتبر أحد مشاريع المرصد، ان دي بروجي دو لوبسرفاتوار، واحد منهم. ولكن يقيناً أننا نمشي بخطوات لنعزز هذا العمل حتى نحقق ونعزز الانسجام الوطني. خاصو لمرنا نتنزه في السنوين الحامو مشايخ دمني قد شندي لفني سدويان اللقطيش بغير استهزي لكن داغان دوذ مسيد سوغال استلقيم تودر ثم ذي الولاية البليدة ذي طريق عاد العباس يقول يمين أبوه سداون التخور ثاني طجي الصرغاين ذا الحامو يغيرن 45 تصدارين ذو جبوانيا يسكوان ثافكا قد شان إيمسكوان ذي الفنيان أفتغزين 8 تساثين استفغست ذا الليفغي أم بغير العجز ذو استهزيان احنا الخدمة رانا نخدمو 8 سوايع من الصباح ل من السبعة حتى للربعة السخانة راهي 40 درجة ولا خمسة ها 45 درجة والله 46 هذا يفضل وفي الشمس راه يبان لك حتى 50 درجة والله إيه الحالة يسخون هنايا خدموا 8 سوايع 8 سوايع موالف تخدم هكا ولا من داري وحنا هكذا نخدموا سخنا لازم نديروا كرات وخلاص نصبروا وخلاص هذه الحالة والتسويع في وعراني قدشن إمياء ثالقيم السفوغ بافيسي ذي يال ثالث ذاين في الصحراء ساني خدما يتنادين الاحلال زديا احنا رانا خدامين في السخانة هاي السخانة درجة الحرارة على 45 وحالة الزوالي هذا هو لازم نخدمه لازم نخدمه باه نصوروا الباقيطار اللولات ما الخدمة نخدمه ديركت ما نحبسوش على بالك الصيف ولا الشتاء في الصيف ولا الشتاء نخدمه ديركت هذا هو الزوالي لازم يخدم عليه باش يعيش الزوالي هذا كان ما يقدرش حبسوا شويه تشربوا الماء تغسلوا الماء لازم هو الماء لازم باش نشربوا ونغسلوا السيال وذماوان نتقساح تسحر شوثن وين نتمقرن ميع كويران ذي الحمو السيخفيفن غماش ستقود ديرين بومان ذو دوري غارثيليا إمي عيفسن فاريخن الساسة يندغرون مللن كان نساء ديو دون غاثة كران نساء 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 ن